تجي على الشمال ولا عفوا بنهاية 2013 تعرض أيضا لإطلاق ناري وكان شديد، كان إصابة شديدة، نقلت على إثرى لتركيا، استمريت في العلاج بتركيا حوالي 5 أشهر، ثم رجعت لسوريا لحتى كمل دراستي وقدمت امتحان البكالوريا. خلصت امتحان البكالوريا مباشرة توجهت لأوروبا لحتى أكمل علاجي، كون علاجي ما انتهى في تركيا. تنقلت في عدد من الدول الأوروبية، حاولت تعالج هونيك مشافي بأوروبا، استمريت إلى جانب العلاج أيضا في موضوع الدراسة كونه جانب مهم جدا في حياة الإنسان الدراسة، استمريت إلى جانب العلاج بالدراسة وحققت مستويات متميزة الحمد لله رب العالمين. في 2016 منتصف 2016 رجعت لسوريا. بعدين التحقت في كلية الطب البشري في جامعة حلب الحرة، طبعا لرفض المشافي اللي تعاني من شح الكوادر الطبية في المناطق المحررة. في بداية السنة الثانية تم تعييني كممثل على الطلاب في الجامعة الأمريكية عن طلاب دفعتي، في وكمان مع بعض زملائي قمنا بإنشاء فريق أكسجين طلابي لمساعدة الطلاب وتنسيق محاضرات وتنسيق مع الدكاترة.